ولنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين. أهلا بكم سيدي. حياكم الله وبارك الله فيكم. سيد محمد، في ظل ما عرف بحملة استهداف الأبراج في قطاع غزة ومنها مقركم في برج الجوهرة، برأيكم ما الرسالة المراد إرسالها من استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في هذا البرج؟ الرسالة كما تعودنا أن الاحتلال الإسرائيلي يرهبه ويزعجه الرواية الفلسطينية التي تفضح جرائمه بحق المدنيين، بحق البشر والشجر وكل ما يتعلق بالحياة الفلسطينية بأدق تفاصيلها. نحن أمام عدوان همجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق ولا يميز، يستهدف حتى البيوت الآمنة ويستهدف حتى المنشآت المدنية بما فيها المؤسسات الإعلامية الصحفية، رغم أنها محمية بموجب القانون الدولي والمواثيق والأعراف الإنسانية التي تؤكد على حماية الصحفيين في أوقات العدوان والتصعيد والحروب والآخري. لكن كما تعودنا أن الاحتلال الإسرائيلي همجي ويستهدف الصحفيين بشكل متعمد ومقصود لحجب الرواية الفلسطينية. مع سقوط عدد من الشهداء وهدم المباني السكنية التي يقطنها مدنيون، إلى أي مدى يشكل ذلك تحديا للمقاومة في قطاع غزة؟ لا شك أنه هذا الأمر يأتي في سياق مواجهة لم تضع أوزارها بعد في هذه الجولة وهذه المرحلة، لكن بكل الأحوال كل المعطيات تشير إلى أن المقاومة الفلسطينية قادرة وجاهزة على مواصلة دورها وأدائها في مواجهة العدوان الإسرائيلي. المقاومة الفلسطينية تدافع عن الشعب الفلسطيني وعن حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما بعد الانتهاكات الخطيرة الأخيرة من قبل الاحتلال واستباحة حرمات المسجد الأقصى المبارك. لذلك المقاومة تأتي في سياق لجم العدوان الإسرائيلي ومحاولة حماية الشعب الفلسطيني في هذا السياق. لذلك محاولات الاستهداف من قبل الاحتلال ليست جديدة، يعني الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تخوض صراعا منذ عقود مع هذا الاحتلال، ومر عليها الكثير من هذه الأشكال من الاستهداف المتنوعة والمتعددة، لكنها اليوم أكثر قدرة على المواجهة وأكثر قدرة على إيلام الاحتلال الإسرائيلي. بعد العدد الهائل من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على المحتل، إلى أي مدى يراهن الاحتلال على النفس الطويل للمقاومة واستمرارها في هذه الحرب؟ بالتأكيد أن المقاومة حينما قررت أن تخوض هذه الجولة هي تدرك أنها قد تستمر وقد تستمر طويلاً، ووفقت تصريحات سابقة لقيادات المقاومة بهذا السياق أنها جاهزة أن تخوض معركة طويلة الأمد في هذا السياق. لكن بكل الأحوال نعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ليس بوسعه أن يحتمل كل هذه الضربات وهذه المواجهة الطويلة، وأن الأمور ثم بعض التحركات من قبل السلطات المصرية تحديدا، محاولة السعي للوصول لتهدئة، ربما تثمر هذه الجهود خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة. هذا الأمر يتوقف على معطيات الميدان في الوقت الراهن. في هذا السياق كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق تحدث أن الحركة أبلغت وسطاء التهدئة بأن على الاحتلال وقف العدوان أولا. هل تعتقد أن نتنياهو يمكن أن يرضخ لهذا الشرط، وخاصة أنه في ظل كل التعقيدات التي تحدث مؤخرا في حكومة الاحتلال والفشل في تشكيلها، هل يمكن له أن يقبل بهذا الشرط؟ بكل الأحوال الاحتلال سيرضخ وسيقبل رغما عن أنفه، لأن المقاومة الفلسطينية حتى الآن منذ بدأت الجولة وحتى هذه اللحظة أدت أداء يعني مؤلما للاحتلال الإسرائيلي على أكثر من صعيد، ووضعت الاحتلال في سياق ضغط كبير
ولا نعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يستمر في تحمل أعباء وتكلفة هكذا مواجهة في هذه المرحلة على الأقل. شكرا جزيلا لكم رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين، حدثتنا عبر الهاتف من غزة.